هلا بعد ما عرفنا احنا تفاصيل اكثر عن موضوع البيم Building Information Modeling، وعرفنا كمان شوي تفاصيل اكثر عن ايش التولز اللي احنا ممكن نستخدمها، حكينا انه انا راح اروح لبروجرام، هذا البروجرام اسمه Autodesk Revit، وحكينا راح نحكي فيه انه في ديبارتمنت، او خلينا نحكي في ديسيبلين اركيتكتشر، في ديسيبلين ستراكشر، وفي الام اي بي. بالنسبه لنا في الكورس راح نتعرض بشكل كتير ديب للاركيتكتشر، وراح نحكي شوي في الستراكشر، بس ما راح نتعرض للام اي بي. هلا اللي بدنا نعرفه انه الاوتوديسك وفرت لي ويب سايت، هذا الويب سايت انا اذا بدخل على الجوجل وبكتب اوتوديسك ستودنت كوميونيتي، فالشيء المنيح بالنسبه لنا من الاوتوديسك انه اعطتني هذا الستودنت كوميونيتي، واعطتني ابيليتي كستودنت انا ادخل على هذا الويب سايت واعمل اكاونت، وهذا الاكاونت يعطيني ابيليتي ان انا اخذ اي سوفت وير تنتج الاوتوديسك، واقدر اخذ له سيريال نمبر وبرودكت كي مدته 3 سنين 3 فيرجنز. فاحنا لو دخلنا على هذا الاوتوديسك ستودنت كوميونيتي، وانا بفضل انه من اولها ندخل على شيء اسمه فري سوفت وير، بس خلينا ندخل على اللينك هذا. هلا فعليا لازم نعمل عليه اكاونت، اذا انا عندي اكاونت دايركت بدخل على فري سوفت وير، من فري سوفت وير راح يعطيني ابيليتي ان انا ادخل على كل السوفت وير تبعت الاوتوديسك، وات ايفر السوفت وير اللي انا بدي اياه، بدخل على ريفت مثلا. سو هون انا بعمل ساين ان، بعمل لوج ان بالاكونت تبعي، يوزر نيم باسورد، بعدين بحدد شو الفيرجن، شو الاوبريتنج سيستم، وشو اللانجوج، بس بشكل كتير سريع لان نتاكد، لان انا اليوزر نيم والباسورد تبعوني اوريدي محطوطين. الوان تايم باسورد على الموبايل المفروض يبعثوا لي اياه. هلا اذا ما بدي اياه يعمل هذا الحكي، فانا بحكي له دونت اسك لمده 30 يوم، فانا خلال ال 30 يوم بضل ادخل من غير ما يعطيني هذا المسج، ان كيس ما وصلنا المسج تبعهم بحكي له يوز انذر ميثود، هاي الميثود بحكي له بعث لي اياه على الايميل. هلا خليني افتح الايميل تبعي هيك بشكل كتير سريع. اذا نزلت داونوردز راح الاقي انه في عندي اوتوديسك سكيورتي كود، which is اسرع من الموبايل بالعاده. بحكي له كوبي لهذا الكود، بروح على الكود بحكي له انتر. هلا بتاكد انه هذا الكود هو اللي انبعث، وبدخلني على الويب سايت المطلوب، بحكي له انه انا بدي الفيرجن المطلوب مثلا 19، بحكي له اوبريتنج سيستم ويندوز 64، واللانجوج انجلش، وبهاي الحاله هو بيعطيني معلومات البرودكت تبعي، بيوصلني ايميل بيعطيني هذه المعلومات. يعني هلا اذا بنفتح الايميل مره ثانيه راح الاقي انه انا في عندي اللايسنس ديتيلز تبعتي موجوده على الايميل صارت، فما في داعي ان انا اكتبها اخزنها كذا، صارت موجوده عندي. بروح بنزل البروجرام اللي انا بدي اياه سواء من انستول او داونلود. انستول هو دايركت بنزل البروجرام على الجهاز، داونلود بنزل لي السيت اب تبع البروجرام على الجهاز، وانا بعمل منه الانستول عشان اذا انا بدي اعطيه لحدا انقله من جهاز لجهاز، عشان مش كل مره اعمل انستول للبروجرام. هلا ضروري انا كيوزر اكون عارف اني انا لما اعمل انستول راح اعمل تطلع لي السكرين واعمل نيكست 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 اند بلا 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 لغايه ما اوصل عند انستول. ضروري احدد له ايش نوع اللايبرري اللي انا بدي انزل لي اياها، هل هي متريك ولا امبيريال. امبيريال اللي هي الانشز، والمتريك اللي هي بالمتر والسنتيمتر. يفضل احنا عندنا في الريجن لانه بنتعامل بوحده المتر والسنتيمتر انه احنا نخليه الديفولت كونتنت يكون المتريك عشان تضل هي الديفولت تبع. هلا بعد ما ينزل عندي البروجرام بروح بفتح ريفت 2019. هلا طبعا ريفت 2019 صار فيه شوي اديشن زياده هيك لطيفين، راح نحكي عنهم الفيتشرز هذول خلال الكورس تبعي. هلا اول ما افتح برنامج الريفت بيطلع عندي هذا الهوم سكرين، وضروري اكون عارف انا هذا الهوم سكرين كيف اتعامل معه. هلا اهم شيء اعرفه انه هل نزل البرنامج تبعي بطريقه صحيحه او لا، نزلت التمبلتس تبعتي واللايبريز تبعتي بطريقه صحيحه او لا. وانس فتحت البروجرام بتطلع على هاي الزاويه اذا نازل عندي تمبلتس 1 2 3، اذا هدول موجودين وهدول موجودين سو انا التمبلتس تبعتي نزلت بطريقه صحيحه. هاي اول خطوه. الخطوه الثانيه لما ندخل جوا البروجرام نتاكد انه الفاميليز كمان نازله، لانه زمان اجله بدي اضطر اعمل له رينستول مره ثانيه، او اعمل ريبير ورينستول للتمبلتس لحالهم. او اذا انا ما بدي اعمل هيك بروح على جهاز اوريدي نازل عليه ريفت، بروح على الباث اللي هلا راح احكي عنه، اللي هو بروح على البي سي، بروح على السي بروجرام داتا اوتوديسك، بروح على شيء اسمه RVT whatever الاكستنشن او الفيرجن اللي انا عم بشتغل عليه.
هلا هذا الفولدر اذا انا على جهازي ما كان نازل ريفت بطريقه صحيحه 100% باخذ هذا الفايل من الجهاز اللي اوريدي نازل عليه ريفت بطريقه صحيحه 100% وبعمل له كوبي وبروح على جهازي انا وانا مسكر الريفت بنفس الباث سي بروجرام داتا اوتوديسك وبعمل له بيست اند ريبليس بهذا المكان. هلا مرات او الديفولت تبع الويندوز انه بيكون عندي هذا الفولدر اصلا هيدن، يعني انا اذا جيت هون حكيت له اوبشنز بيكون عندي فيو، بيكون عندي هو بهاي الطريقة الفايلات. فأنا لو سكرت للناس اللي ما بتعرف، إذا رجعت أنا على السي بطل في عندي إشي اسمه بروجرام داتا، فأنا ما أصير أدور وما ألاقيه أو أعتبر إنه في عندي إشي غلط. هذا الديفولت تبع الويندوز. لو أنا رجعت على الفيو حكيت له أوبشنز ورجعت على الفيو مرة تانية وحكيت له شو الهيدن فايلز، هايد امتي درايفز اند هايد الاكستنشنز، هايد انا بدي افعلهم كلهم، احكي له اوكي. بهاي الطريقه فانا ببين هاي الفايلز وبعمل بروجرام داتا وبعمل بيست للفايل اللي انا جبته اللي هو اوريدي حكينا عنه جوا الاوتوديسك. بنزل عند ار في تي. هلا واضح اني انا على جهازي نازل 3 فيرجنز لانه كل مره كنت عم بشرح فيرجن شكل. هلا بعد ما ينزل برجع بفتح الريفت راح الاقي انه صار في عندي الفايلات صارت موجوده، اللايبرريز صارت موجوده، الفاميليز برضو صارت موجوده، وهيك انا بقدر اشتغل ببساطه او بسلاسه اكثر.